بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر من الملعب الأولمبي بيراتس. الترجي الرياضي التونسي في استقبال اتحاد بن كردان في هذه الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لمجموعة التتويج. باش يرافقني في التحليل الفني لهذه المباراة اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي عامر الدربال. مرحبا بك عامر. مرحبا بك عبد الخالق، ومرحبا بكافة مشاهدين وطن ياسين. إذا نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين، ونبدأ بتشكيلة الفريق الضيف اتحاد بن كردان. رقم 22 سيف الشرفي، 14 ياسين بوفيلغا، 30 أمين عباس، محمد أمين بإسماعيل 4، مراد زاهو 5، إدريس كوليبالي 20، أحمد ميدا 3، فادي الحميزي 31، مارسيال كواسي 19، بلال الخفيفي 7، شمس الدين السامتي 28. بالنسبة لاحتياطي اتحاد بن كردان، رقم 1 سيف المحويشي كحارس مرمى احتياطي ثاني، عبد السلام الجيلاني 27، زبير الدراجي 8، سيف الجزيري 11، توفيق الشيبي 10، فادي العرفاوي 2، وحسن الحرباوي 32، والمدرب هو شكري الخطوي. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي، 1 معز بن شريفية 24، إيهاب المباركي 20، أيمن بن محمد 5، شمس الدين الزوادي 27، هشام بالقروي، فرجاني ساسي 13، غيلان الشعلالي 25، أنيس البدري 8، فخر الدين بن يوسف 11، سعد بقير 18، 29 طه ياسين الخنيسي، واحتياطي الترجي علي جمال 23، حارس مرمى احتياطي علي المشاني 2، حسين الربيع 26، فوسيني كوليبالي 15، الياس جلاسي 10، محمد علي منصر 4، وبلال الماجري 9، والمدرب فوزي البنزرتي. وحوار شكري الخطوي فوزي البنزرتي اليوم على بنك البدلاء وعلى الميدان، حوار الترجي وضيفه اتحاد بن كردان. التحكيم لهيثم القصعي بمساعدة محمد بكير، العجيمي مخلص كحكم مساعد ثاني، والحكم الرابع هو بديس بن صالح مراقبي المباراة. توفيق الوسلاتي والصحبي الهدويج ومندوب الرابطة، مندوبي الرابطة زياد عياد، ميموني منير، والمنسق العام محمد الماجري. إذن أمامكم طاقم التحكيم، ونمشي معاك مباشرة عامر في قراءة أولى لتشكيلة الفريقين بالمقارنة مع المباريات، مع المباراة السابقة، مع العلم أن الترجي إلى حد الآن سجل زوز انتصارات وزوز هزائم بالنسبة لاتحاد بن كردان. أولا يعني عبد الخالق، في البداية يعني اتحاد بن كردان رغم الهزيمتين اللي تلقاهم في الماضي، يعني يحافظ على من لاعبي الترجي للجماهير الحاضرة اليوم في الملعب الأولمبي بيراتس ولو أنها قليلة العدد. أما على كل اتحاد بن كردان يعني يحافظ على نفس التشكيلة، يدل اللي مش يلعب نفس رسم التكتيكي، يعني 4-2-3-1 أو 4-5-1 لما الكرة ما تكونش عنده. ممكن بالنسبة للترجي تغيير وحيد، وهو يعني غياب خليل شمام، أكيد بعد المردود الكبير اللي قدمه في الدربي الترجي، ولقى كل الآليات متاع اللعب ولقى الاوتوماتيزم متاعه، أكيد مش يكون فما تغيير. إن شاء الله إن شاء الله يعني الفرق سنين يقدموا يعني مردود طيب يعكس يعني سمعة الفريقين السنين. إذن المباراة تنطلق على الساعة الثالثة والربع، وانطلاق المقابلة والكرة لصالح اتحاد بن كردان. تمشي ليمين عباس في وسط الميدان، أحمد ميدا يرجع بالكرة للوراء لمحمد أمين بن إسماعيل طويلة، والهجوم الأول لاتحاد بن كردان. بلال الخفيفي، بلال الخفيفي، وتدخل الفرجاني سيسي يرجع من وسط الميدان لمعاضد دفاع الترجي، بعد الكرة وانطلاق الكرة للترجي على الجهة اليمنى، أنيس البدري، إيهاب المباركي يطول الكرة من اليمين لليسار، دخلت للروج، والكرة في دين سيف الشرف. بداية نجم نقولوا قوية للترجي. أيضا الاتحاد بن كردان الهجوم الأول، تمشي الكرة لصالح اتحاد بن كردان وسط الدفاع على اليسار، وتخشى
تخرج تماس، تماس للترجي حسب إشارة المساعد الأول محمد بكير. يتنفذ التماس وترجع الكرة للحارس معز بن شريفية. بالمناسبة معز بن شريفية أكثر لاعب عامر لعب في الترجي 1440 دقيقة إلى حد الآن. عطاء كبير الترجي الرياضي التونسي، عطاء كبير للحارس هذا، حارس المنتخب يعني صراحة رغم صغر سنه نعرفوه بدا على بكري، يعني خذا الخبرة على بكري، استابيليتي برشا في الروندمون تاعو، يعني كان عنصر بارز في المقابلات حتى الأخيرة. أكيد هذا يعني مكسب للترجي ومكسب للمنتخب. ترجع الكرة في وسط الميدان طويلة ومقطوعة الكرة إدريسك كوليبالي. تماس للترجي تعب بسرعة، ترجع لي أيمن بن محمد، أيمن بن محمد يتعدى، أيمن بن محمد يحضر وتسديد فوق المرمى، فوق المرمى، فوق مرمى سيف الشرفي. العملية الأخيرة من طه ياسين الخنيسي، ديما يجي من تالي طه ياسين الخنيسي للمباغتة للتسديد، اللي هي العملية الأخيرة كانت من أنيس البدري. شرفي يلعب الكرة طويلة ترجع رأسية، حكم هيثم القصعي يقول ثم مخالفة ضد شمس الدين الزوادي لصالح اتحاد بن قردان. اتحاد بن قردان موسم ممتاز إلى حد الآن، ترشح لمرحلة التتويج باش يلعب الدور نصف النهائي لكأس تونس. شمس الدين الزوادي مرة أخرى في محور دفاع الترجي يحط الكرة في التماس. الناس اتحاد بن قردان طويلة الكرة في اتجاه بلال الخفيفي، كم يقول تتعاود ضربة تماس للترجي. إيهاب المباركي يلعب الكرة مع شمس الدين الذواتي، شمس الدين الذواتي مازال يحتفظ بكورته. فرجاني ساسي قلب نابض للترجي. قيلان الشعلالي اليمين يهاب المباركي، تمنيس بدري يطلب الكرة لكن يلعب مع سعد بقير وتمشي الكرة محمد أمين بن اسماعيل. الاتحاد بن قردان وضايع، ضايع تخرج تماس للترجي. أربعة دقائق لعب في هذا الشوط الأول، تبادل كروي ممتاز توصل الكرة سعد بقير، سعد بقير إلى وسط الميدان. هيلان الشعلالي تتفك له الكرة والهجوم المعاكس لبلال الخفيف، بلال الخفيف مستربع من لاعبية الخمسة وتتفك له الكرة، ما لقاش المساندة، ما لقاش المساندة بلال الخفيفي من شمس الدين الصامتي. اليوم يشكل هو وياه ثنائي الهجوم بالنسبة لاتحاد بن قردان. أيمن بن محمد على الجهة اليسرى يعدي من لاعبي الأول صمبا يلقى أمامه كوليبالي دريسا من اتحاد بن قردان. هذا على الصورة رقم 20 إدريسا كوليبالي من اتحاد بن قردان الظهير. الكرة مخالفة للترجي، سعد بقير يلعب الكرة طويلة تمشي مباشرة لسيف الشرفي يخف كورته بكل سهولة. شرفي حارس اتحاد بن قردان اللاعب السابق للنادي الافريقي سيف الدين الشرفي ودولي في الشبان، تجربة جديدة لهذا اللاعب. الكرة من اليسار لليمين محمد امين عباس، اهداف اتحاد بن قردان ثلاثة اهداف. بلال الخفيفي ترجع الكرة إلى وسط الميدان فيدي الحميزي لليسار، ثم بلال الخفيفي يطلب في الكرة مرفوعة توصل له ما يخوهاش، ثم أيمن بن محمد يتبع فيه والكرة تخرج تماس، تماس للترجي. تنفذ التماس أيمن بن محمد، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي،
غيلان الشعلالي الى اليمين ايهاب المباركي. الترجي مركز برشا لعب على الجهه اليمنى الموجود ايهاب المباركي ونيس البدري. تتفك الكره هذه لصالح اتحاد بن قردين. حمد ميدا في وسط الميدان خلاها مارسيال كواسي يرجع مره اخرى لليسار. الكره طويله مقطوعه بالراس من شمس الدين الزوادي لوسط الميدان يرفعها براسه فرجاني سيسي كم يخلي الاسبقيه. خالدين بن يوسف على اليسار ايمن بن محمد وثم من عباس يحط الكره في التماس. سبعة على ما اظن فرجاني سيسي واصطدام عفوي بين احد ملاعبي هذه اللقطه الاخيره بينه وبين احمد ميدا. اصطدام عفوي بينه وبين احمد ميدا. كان زميلنا سامي الشلغمي يورينا التصويره كيفاش هاي التصويره. شوف الروح الرياضيه العاليه احمد ميدا مشى يتمان على فرجاني سيسي. ان شاء الله لاباس فرجاني سيسي. ثمانية دقائق لعب في هذا الشوط الأول والنتيجة 0-0 بين الترجي والاتحاد بن قردين. شو خرج الفرجاني ساسي يتلقى الإسعافات اللازمة إن شاء الله لاباس لاعب الترجي والمنتخب. إلى حد الآن عامر ثمانية دقائق رينا فيهم زوز هجومات من الدقيقة الأولى لبن قردين وللترجي. أكيد ما فماش مرحلة جس نبض جس في رق يعني بن قردين ما عندها ما تخسر. الترجي يحب ياكد يعني العطاء الكبير اللي قاعد يقدم فيه ورندمون كبير نتاع ملاعبيته سواء انديفيديوال ولا كولكتيف. حاجه اخرى عبد الخالق نحب نحكي على الرسم التكتيكي. قلنا 4-2-3-1 لا مش صحيح. اتحاد بن قردين يعتمد ثلاثه يعني في المحور اللي هما ياسين بوفيلغه في وسط الدفاع معاه محمد امين بن اسماعيل يعني اكسيال على اليسار وامين عباس اكسيال على اليمين. هذا يعطي طريقه تكتيكيه 3-5-2 وتتبدل لما الكره تكون عند الترجي يولي يلعب كثافه عدديه ويتبدل 5-4-1 وهذا طبيعي في ظل يعني التنشيط الهجوم القوي اللي يقوم به الترجي. اكيد يعني يتفرجوا على بعضهم الترجي كتاب مفتوح نعرفوها تنوع من اللعب بتاعها يعرفوا بعضهم مليح ممكن هذاك عليه شكر خطوي. حاجه اخرى عامر ثم التركيز على ثنائي الهجوم وعلى السرعه خاصه شمس الدين الصامتي وبلال خفيفي من جانب اتحاد بن قردين وتعبوا هذا الهجوم طويله الكره ومقطوعه من ياسين بوفيلغه اللي كما كنت تحكي موجود اليوم كثالث مدافع في محور الدفاع بالنسبه لاتحاد بن قردين. طريقه يعني ممكن متوقعه كما كنت تحكي قوه هجوم الترجي يعني تتبدل 5 مدافعين كومبليتمون قدامهم 4 لاعبين وسط ويقعد يعني المهاجم الوحيد اللي هو شمس الدين الصامتي نعرفوه يعني سريع برشا. اكيد شكر الخطوي مخبي زاد اوراقه لانه كي تشوف الجيلاني عبد السلام يعني من المهاجمين اللي عندهم وزن موجود على بنك الاحتياط. اكيد فما لعبه المدربين مش تكون في الشوط الثاني. هذا لاعب ملقى على ارضيه الميدان من جانب اتحاد بن قردين هو ايضا ان شاء الله لاباس بالنسبه للاعب هذايا حقيقة يعني التدخل الأخير والمخالفة للترجي. تفضل. قلت لك حقيقة يعني 10 دقائق لاعب مازلنا ما ريناش ريتم ما فماش ريتم دو جو يعني عالي مازالوا الفرق رغم انه صحيح فما فرصتين للترجي اوضح من اتحاد بن قردين لكن مازال النسق يعني بطيء. شمس الدين الصامتي باش يخرج يتلقى الاسعافات لحد الان في 10 دقائق يعني بالنسبة لك انت عامر ترى انه نسق مازال معناها مازال ما طلعش النسق وهذا يعني طبيعي صحيح فما فرصتين لكن مازال الترجي ما حطش الريتم نتاعو. نفس الشيء يعني اتحاد بن قردين لدينا المحاولتين يعني في عزله المهاجمين نتاعو وهذا يعني طبيعي مازال شويه جس نبض. على كل هذه مخالفه للترجي نتبعوا المخالفه هذه للترجي. نفذ المخالفه من سعد بكير راسيه على عارضه رأسية من الفرجاني ساسي على العارضة لكن ثم راية ثم راية حسب إشارة الحكم المساعد الثاني مخلص العجيمي. نشاهدوا الإعادة للعملية الأخيرة. سعد بكير يلعب المخالفة عالية ياخذها الفرجاني ساسي هو عاتب ظهره للحارس. الكرة على العارضة لكن ثم راية. على كل تتنفذ المخالفة لصالح اتحاد بن قردين. الكرة في وسط الميدان تتفك لترجي. سعد بقي
سعد بقير مازال يحتفظ بالكرة، يبحث عن مساندة قدامه ثلاثة ملاعبية، يلعب مع أيمن بن محمد لكن تتفك من كوليبالي ويتعكس الهجوم لاتحاد بن قردان الخفيفي الخفيفي ويصلح يصلح أيمن بن محمد يحط الكرة في التماس كان يلوج على المساندة بلا الخفيفي ملقى حتى حد يربح التماس يتنفذ التماس من إدريسا كوليبالي إلى وسط الميدان أحمد ميدا يرجع اللي ياسين بوفيلغا أو محمد أمين بسماعيل إلى حارس مرمى سيف الشرفي طويلة الكرة منه في اتجاه شمس الدين الصامتي لكن موجود شمس الدين الزوادي يا بلن باركي ترجع الكرة مرة أخرى شمس الدين الزوادي لليسار أيمن بن محمد فخر الدين بن يوسف بن يوسف يرجع بالكرة للفرجاني ساسي خيلين الشعلالي الشعلالي تعدى الكرة ماخذهاش طه ياسين الخميسي ترجع من دفاع اتحاد بن قردان تمشي مباشرة للحارس معز بن شرفية هشام بالقروي فرجاني ساسي تتقصده من بلال الخفيفي زوز ضد أربعة شمس الدين الصامتي شمس الدين الصامتي يرجع بالكرة على اليمين لا إدريسا كوليبالي كما جات فماش تفاهم بينه وبين ثنائي الهجوم الصامتي والخفيفي تمشي مباشرة للحارس معز بن شرفية للفرجاني ساسي فخر الدين بن يوسف خيلان الشعلالي الشعلالي يبدل اللعب لليمين لكن يتيح يتيح يا ابن مباركي الكرة تخرج تماس لاتحاد بن قردان 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والنتيجة نذكروا 0-0 بين الترجي المتصدر إلى حد الآن بستة نقاط وزوز انتصارات اتحاد بن قردان صفر من النقاط وزوز هزايم عامر اخرها الهزيمه الاخيره في دربي جنوب بينه وبين المتلاوي على حسب اعتقادي انا عبد الخالق اتحاد بن قردان يعني اكسبلوا كبير فريق يعني مازال جديد مازال كيتموقع في قسم النخبه اليوم موجود في نصف نهائي كاس تونس اليوم ترشح يعني مرحله البلاي اوف وهذا انجاز في حد ذاته يعني نشوفه في اتحاد بن قردان يعني يقدم موسم ممتاز وممتاز جدا حتى على مستوى الكرة على مستوى الأداء فما 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 ستيل دو جو نقولوا نحن فما أسلوب لعب واضح اتحاد بن قردان صحيح مش موجود باش يشارك في مرحلة البلاي أوف فقط أكيد علاش؟ يعني أكيد مش يلعب على حظوظه بالطبيعة مش يلعب على حظوظه لأنه ثم ربما ثم تركيز على الأربع الفرق الكبار لأنه في مرحلة البلاي أوف وربما معناه تنسى الناس نجم المتلوي اتحاد بن قردان لا بالعكس يعني فرق مش تقلق برشا فرق كبار خاصة على 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 ميدانها انا نفكر مقابلة عديتها اتحاد بن قردان مع النجم الرياضي الساحلي في سوسة تبعوا يعني هذا الهجوم والتسديد والكرة تخرج ركنة التسديدة الأخيرة من أنيس البدري تخرج ركنة للترجي على يمين سيف الشرفي سعد بقير في التنفيذ هذه الإعادة والتسديدة ترويض ثم التسديد وتتلعب الركنية كم هيثم القصة يقول ركنية ثانية على التوالي للترجي سعد بقير ديما في التنفيذ يلعب الكرة أرضية مع الفرجاني ساسي ترجع له سعد بقير يرفع الكرة ومقطوعة من دفاع اتحاد بن قردان ترجع غيلان الشعلالي براسه لليمين ثم شمس الدين الزوادي أنيس البدري الكرة مرفوعة من فرجاني ساسي لكن مقطوعة ثم أيمن بن محمد يرجع للتغطية في دفاع الترجي والهجوم مرة أخرى للترجي تذيع الكرة من فخر الدين الجزيري وتتقص من سعد بقير سعد بقير مازال يحتفظ بالكرة لكن تذيع الكرة من سعد بقير وتخرج ضربة 550 الاتحاد بن قردان شفنا توا الترجي بدا يحب ثبت عندنا 15 دقيقة و33 ثانية ولا 35 ثانية في هذا الشوط عبد الخالق يحب يحط الريتم نتاعو فما حاجة ممكن صراحة يعني لاحظناها تبدلت مع فوز البنزرتي وانا كنت نعرفه تدربت عنده ونعرفه يركز برشا على الكرات الثابتة شفنا التنويع حتى على مستوى الكرات الثابتة يعني تلعب ديريكت سولتونت على طريق سعد بقير ولا تتلعب ادو وهذا بور يعني بيرتوربي لادفيرسير يلعبوها ادو شفناها حتى في مقابله الديربي الترجي يعني
استغل الكرات الثابته صحيح ما سجلش لكن كانوا مخطرين. هذوما لي ديتاي يعني اللي يعملوا الفارق كي يكون ماتش يعني سيري يكون ادفيرسير يلعب تنظيم دفاعي محكم ومسكر لك المساحات يعني من الاليات يعني اللعب اللي تنجم تجيب اهداف هي الكرات الثابته. ايمن بن محمد الى وسط الميدان غيلان الشعلالي مستربعه من لعبيه وتتقص الكرة من امين عباس تمشي تماس للترجي. اليوم ايمن بن محمد في تعويض لخليل شمام ترجع الكرة للترجي سعد بكير يربح المخالفة بعد التدخل الاخير من امين عباس. نذكر ان مباراة اليوم هي المباراة رقم 3 بين اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. زوز مباريات سابقة ربحهم الترجي سجل فيهم 4 أهداف وقبل هدف وحيد. أيمن بن محمد في تعويض اليوم لخليل شمام كما قلنا. هذا التغيير الوحيد اللي صار كنا قلنا في بداية المقابلة وأيمن بن محمد يعني شفناه في المباراة الشكلية مقابلة الدربي كان لعب كظهير أيسر. لعب المخالفة سعد بقير فرجاني ساسي مرفوع الكرة والهدف الأول للترجي. 3-4 لمسات والترجي يفتتح نتيجة 1-0. جات وفخر الدين بن يوسف يمشي الى بنك البدلاء للترجي. هذه الاعاده امامنا العمليه مرفوع الكره من البدري والروج يسجل الهدف الاول للترجي وحده متمركز كما يلزم يحط الكره في شباك سيف الشرفي. مازلنا عبد الخالق تحكينا على الكرات الثابته قلنا تتلعب ادو بور متر يعني ليكيب ادفيرس اون ديفيكولتي يعني يحطوا في مشاكل. هذا هو مازلنا كحكينا يعني هذا هو تلعبة ادو قلنا الترجي راهو من نقاط القوه نتاعو. 4 لمسات في الشباك يعني اكزومبلير يعني عمليه يعني مدروسه ومخدومه في التمرين. هدف يعني ممتاز الحاجه الباهيه اللي فيها كوليكتيفيتي برشا يعني تعداوا على 4 ملاعبيه الحاجات هذوما نحبوا نشوفوهم يعني في البطوله نتاعنا. هذا هو اذا تتغير النتيجه في الملعب الاولمبي بيرادس والترجي يتقدم على اتحاد بن قردان 1-0. فخر الدين بن يوسف في دقيقه 18 يفتتح النتيجه للترجي وترجع الكره في وسط الميدان. المخالفه يقول الحكم هيثم القصعي اتحاد بن قردان. كوليبالي من اليمين في اتجاه بلال الخفيفي لكن قبله موجود هشام بالقروي يرجع بالكرة الحارس مرماه معز بن شريفية. فرجاني ساسي هشام بالقروي يرجع بالكرة مرة أخرى. فرجاني ساسي يبحث عن المساندة يطول الكرة لطه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي يحتفظ بكورته. فخر الدين بن يوسف يرجع لفرجاني ساسي يطول الكرة اللي هي بالمباركي لا يخرج الحارس سيف الشرفي قبلهم ويحط الكرة في التماس. سيف الشرفي أسبق من إيهاب المباركي كرة في التماس وترجع مرة أخرى للترجي. القروي إلى وسط الميدان فرجاني ساسي سعد بقير يرفع الكرة وترجع من دفاع اتحاد بن قردان. مارسيال كواسي بلال الخفيفي ما يتعداش لكن يربح المخالفة. بلال الخفيفي يربح المخالفة لاتحاد بن قردان. ما عادش عنده ما يخسر يعني اتحاد بن قردان. عبد الخالق يلزمه يلعب الكل في الكل ما عندوش علاش يعني ما عنده ما يخسر يلزم يطلع شويه يطلع البلوك شويه ويلعب ويحاول يعدل النتيجه. كما قلنا هو ديجا في مرحله البلاي اوف يعني هذا انجاز اتحاد بن قردان وقادر بالمجموعه الحاليه يعني قادر باش يقدم اداء يعني لاعب ممتاز.
ديما يقعد هدف الترجي هو طه ياسين الخنيسي 9 اهداف احسن لاعب معناه اللي جاء من اقدامه الهدف هذا انيس البدري معناه بتمريره حاسمه يعني انيس البدري 4 تمريرات حاسمه بالنسبه لانيس البدري هذه اليوم الخامس شفناه يعني تري بيرفورمان في المقابلات التلانيه ممكن على مستوى الادابتاسيون والانتيغراسيون يعني البدري اليوم ولا عنصر بارز في هجوم الترجي التونسي قاعد يعطي في اداء كبير صراحة يعني لاعب موهوب لاعب سريع لاعب عندي سؤال آخر أنا عامر بالنسبة لثلاثي ربما خلقوا اليوم فوزي البنزرتي اللي هو فرجاني ساسي أنيس البدري وفخر الدين بن يوسف اللي عمل عليه برشا واللي هو يمثل مصدر وقوة الترجي الكل طويلة الكرة ويخرج برأسه سيف الشرفي أمام أنيس البدري والكرة تخرج تماس الترجي يتنفذ بسرعة ونرجع لك عامر سعد بقير الفرجاني ساسي يضغط الترجي الآن واحد اثنين ما تعادش الكرة مع طه ياسين الخنيسي تقص مارسيال كواسي الضغط على عمل الكرة من جانب الترجي والحكم يقول مخالف نرجع لك عامر صحيح يعني فوز البنزرتي يعني شفنا فما لمسات نتاع مدرب يعني شفنا كيما الظهير الايسر ايمن بن محمد كلنا نعرفوه لاعب وسط ميدان ولا لاعب رواق هجومي اليوم نلقاوه كوم اكسنتري غوش هذا يعني حاجه هائله برشا فوز البنزرتي الثقه الكبيره اللي عطاها البن يوسف يعني صراحه 6 شهور غايب كان عنده اصابه يعني لجامون كروزي رجع اليوم رجع هداف ويعطي في عطاء يعني كبير غيلان الشعلاني يعني والفرجاني ساسي اللي هما لي دو يعني جوار دابوي اللي قاعدين يعملوا في كومبليمونتاريتي كبيره بين بعضهم قاعدين يعطيو في اداء يعني كبير على مستوى يعني الاستحواذ وعلى مستوى التمريرات الحاسمه يعني دو جوار كونسيرفاتور حاجه هايله برشا ما نجموش زادها ما نحكيوش على ايهاب المباركي وانيس البدري على الجهه اليمنى اللي ولات قوه كبيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وتقلق اي فريق هذا يعني حاجه هايله برشا للترجي وحاجه يعني من اسرار ممكن يعني فوز البنزرتي ومن لمسات نتاعو ترجع الكره تمشي مباشره للحارس معز بن شريفيه يحاول يطلع من مناطق اتحاد بن كردين للضغط على دفاع الترجي الى حد الان ثنائي الهجوم بالنسبه لاتحاد بن كردين شمس الدين السامتي بلال الخفيفي شكله حتى اختار للترجي ما تتعداش كره فخر الدين بن يوسف تتقص كوليبالي طويله وهذا الهجوم المعاكس شمس الدين السامتي والحكم يقول ثم مخالفه حكم هيثم القصي يقول ثم مخالفه في وسط الميدان ضد اتحاد بن كردين شاهدوا الاعاده الحكم يقول ثم مخالفه هذه العمليه ربما احتسب مخالفه في وسط الميدان الحقيقه هو العمليه هذه ما تعطينيش وين المخالفه هكا ولا يا عامر على كل ترجع الكره للترجي في وسط الميدان تاع ياسين الخنيسي على اليمين مرفوعه الكره من غيلان الشعلالي فخر الدين بن يوسف يتبع فيه كوليبالي كورته تمشي مباشره لفرجاني ساسي فرجاني ساسي يلعب الكره ارضيه مقطوعه من احمد ميدا في وسط الميدان راسيه مارسيال كواسي لليمين بلال الخفيفي لكن بعيد الكره عليه تخرج تماس للترجي هشام بالقروي يلعب التماس شمس الدين الزوادي غيلان الشعلالي فرجاني ساسي ترجع مع الكره مره اخرى لغيلان الشعلالي فخر الدين بن يوسف ياخذ كورته واحمد ميدا يدخل ثم كوليبالي والحكم باش ينظر كوليبالي بعد التدخل الاخير تشنج عصاب من جانب اتحاد بن كردين مع الحكم هيثم القصي لحظات هذية تدخل اول من احمد ميدا ثم تدخل ثاني من كوليبالي الورقة الصفراء لكوليبالي هذه الإعادة هذا تدخل الأولاني من أحمد ميدا
وحق الحكم صراحة عبد الخالق من الأول يعطي الحكم باش يهدي الأجواء. يعني جاءوا دو تاكل سكسيسيف يعني فيهم نوع من العنف حقه من الأول يعني المخالفة عطاها ما فهمش علاش يعني التشنج هذا والغش هذا الكل يعني المخالفة ما فيها شيء. تتنفذ المخالفة هشام بالقروي من وسط الميدان غيلين شعلالي طويلة الكرة ما تعداش طه ياسين الخنيسي يدخل أمين عباس وتتقص مرة أخرى للترجي غيلين شعلالي موجود هو أيضا في كل بلاصة من الميدان مع الفرجاني ساسي تناغم كبير بينه وبين الفرجاني ساسي والترجي الحقيقة يركز برشا لعبه على الفكاكة عامر ومعناها ومدى التفاهم بيناتهم. قلنا نحن قلنا يعني فوز البزرتي القاء التركيبة المثالية فما برشا كومبليمونتاريتي بين الفرجاني والشعلاني على مستوى الافتكاك وعلى مستوى يعني صنع اللعب ورولانس يعني زوز ملاعبية يعني من طراز محترم. ما ننساو زاد الدور بتاع كوليبالي اللي ولا يعني عبارة يعني جوار ديما موجود زاد في المنظومة على مستوى الافتكاك على مستوى يسكر اللعب شفناه في مقابلة الدربي يعني ثلاثة لاعبين ارتكاز ممتازين. لكن ما عادش إلى حد الآن توا معناها فوسيني كوليبالي ولا موجود كحل آخر حل آخر موجود على بنك البدلاء هذا هو اللي قلناه يعني حل يعطيك حل إضافي. ترجع الكرة لترجي هشام بالقروي شمس الدين الزوادي اللي نحب نلاحظه يعني عبد الخالق وهذا ظاهر للعيان الترجي حتى في الزون ميديان قاعد يلعب مرتاح على عكس اتحاد بن قردان لما يفك الكرة نشوفه يعني ضغط عالي على الملاعب يزوز ثلاثة ملاعبية هذا الفرق بين اتحاد بن قردان اليوم والترجي. يعني شوفوا الترجي يلعب مرتاح يدور في الكرة صحيح كي يدخل للسيرفاس يعني لزون داتاك صحيح غادي يلقى المركاج أكثر ويلقى الضغط أكثر لكن اتحاد بن قردان كل ما افتك الكرة إلا الترجي عمل عليه ضغط عالي ونعرف أسلوب فوزي المزارتي يلعب الضغط العالي على حامل الكرة هذا الفرق يعني بين الجامعتين الاثنين. ترجع الكرة في وسط الميدان مقطوعة من الفرجاني ساسي شمس الدين الزوادي لليمين هاب المباركي للوسط من الشعلالي يجي سعد بقير ياخذ الكرة في محاولة لبناء هجومات الترجي سعد بقير لليمين هاب المباركي هاب المباركي ما تتعداش كورته مقطوعة من دفاع اتحاد بن قردان أحمد ميدا شوف أحمد ميدا كيفاش معناها متأخر في وسط الميدان وتتفك الكرة سعد بقير والتسديد من طه ياسين الخنيسي والمتابعة فوق المرمى سيف الشرفي متابعة من إيهاب المباركي. أحمد ميدا يلعب بكل أريحية كان درب عندي في الملعب الجيرسي يعني لاعب عنده خبرة عنده دم بارد برشا ستانجوار كونسيرفاتور يعطيك برشا حلول على مستوى حبيب بالضبط ماني ترشي لأحمد ميدا ماني يطيح برشا للدفاع اليوم نشوفه هذا قلنا يلعب كثافة دفاعية الاتحاد بن قردان لأنه يعرف قوة الترجي يعني البلوك مطيح يلعب بلوك باو يلعب على الهجمات السريعة ويستغل في السرعة هذا الهجوم الاتحاد بن قردان بلال خفيفي مازال يحتفظ بالكرة يرجع لدريساك كوليبالي من عباس ما تتعداش كورته ثم أيمن بن محمد مقطوعة إلى بدري للفرجاني ساسي وحوار مع أمين عباس يفتكر الكرة ترجع لصالح اتحاد بن قردان مارسيال كواسي أمين عباس تتعدى الكرة على اليسار إيهاب المباركي ما يخوياش والتغطية من شمس الدين الزوادي بعد اختار على مناطق الترجي تتقص الكرة من إدريساك كوليبالي تمشي لأنيس البدري ما يتعداش ثم أمين عباس وتتقص مرة أخرى للترجي أيمن بن محمد على اليسار أيمن بن محمد 1-2 وصلوا الكرة مرفوعة لكن خرجت حسب إشارة الحكم المساعد الثاني مخلص تعجيمي. قلت لك طبيعي مش يلعب اتحاد بن قردان بلوك تايا خاصة في ظل ثلاثة لاعبين في المحور يعني براتيك ما هو يلعب 5-4-1 لأنه يعرف قوة الترجي على الأطراف يعرف الترجي يستعمل العمق وبالتمريرات الحاسمة بتاع سعد بقير وسرعة الخنيسي زيد البروفيل بتاع الجوار اللي عنده اللي هما بلال الخفيفي وشمس الدين الصامتي اللي يتمتعوا بالسرعة دونك يحب يستغل ممكن المساحات اللي مش خليهم مدافعين الترجي ويلعب على الهجمة المرتدة والهجمة السريعة لكن إلى حد الآن عبد الخالق ما نجحش لأنه الترجي وقف مليح وقاعد هو يعني دوميني في اللعبة ومسيطر على المقابلة. ولاحظنا أنه إذا كان يطلع مثلا غيلان الشعلالي من جانب الترجي في وسط الميدان تلقى فرجاني ساسي
يقعد معناها للمعاذة هشام القروي وشمس الدين الثاوي. هذا طبيعي لأنه يعطي أكثر توازن للخط الخلفي، يعني واحد بواحد يطلعوا، هذا يعني طبيعي، ما نجموش لي دو جوار دابوي يطلعوا مع بعضهم الاثنين وقت وسط الميدان يفرق. ترجع الكرة لترجي شمس الدين الزوادي يا بلمباركي، بلمباركي وإنس البدري أو غيلان الشعلالي وسط الميدان، ترجع الكرة شمس الدين الزوادي، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، تبادل الكرة بالنسبة للترجي، ما تتعداش الكرة، تغطية من أحمد ميدا، لكن ثم هشام بالقروي ياخذ كورته، تمشي لغيلان الشعلالي، طويلة الكرة في العمق في اتجاه طه ياسين الخنيسي، وسعد بكيه يحضر أنيس البدري على اليمين، مرفوع الكرة من فخدي بن يوسف والتحضير، والحكم يقول ثم تسلم، ثم راية من المساعد الثاني ضد أنيس البدري على الجهة اليسرى للترجي، تبادل مراكز بينه وبين فخر الدين بن يوسف عامر، هذه الإعادة، تحذير براسه إخداش طه ياسين الخنيسي، لكن حسب إشارة الحكم المساعد الثاني مخلص العجيمي البدري كان في تسلل، يتنفذ تسلل من سيف الشرفي، وترجع الكرة من دفاع الترجي في وسط الميدان، مقطوعة من جانب اتحاد بن قردان، أحمد ميدا، أحمد ميدا إلى وسط الميدان، مخطئ الكرة، وصلنا إلى 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتقدم للترجي واحد بلاش، وتتفك الكرة هذه، ميدا يلعب الكرة على اليمين لكن بعيد، هذا هو بعيد على بلال الخفيفي، هذا هو السرعة اللي عول عليها ربما شكري الخط لبلال الخفيفي إلى حد الآن ماهيش موجود. لما يفتك الكرة اتحاد بن قردان ما يستحفظش، ما يحسنش استعمال يعني الهجمة السريعة، يعني في ساعة يضيع كرة دو تروا سكوند يضيع الكرة، هذا مشكل بن قردان، خلينا نحكيه في الفترة الحالية يعني في 33 دقيقة لها. والكرة في وسط الميدان الحكم يقول مخالفة، وتشنج الحقيقة معناها زيت على كل خلف الترجي في القصعي، ينبه على أنيس البدري على مارسيال كواسي، الحكم يقول مخالفة، الاتحاد بن قردان أمين عباس في التنفيذ، أمين عباس يرجع بالكرة للوراء، ياسين بوفيلغا لمحمد أمين بن إسماعيل، محمد أمين بن إسماعيل اليسار لليمين، مارسيال ياخذ الكرة إلى كوليبالي لوسط الميدان، فادي الحميزي ويربح المخالفة الاتحاد بن قردان، أمين عباس يلعب المخالفة إدريسا كوليبالي، كوليبالي حميزي ترويض، لكن تدخل من هشام بالقروي، وترجع الكرة لاتحاد بن قردان، أحمد ميدا والحكم يقول مخالفة، مارسيال كواسي مخالفة لاتحاد بن قردان، أكثر في الربع ساعة هذه اتحاد بن قردان من مناطق وعامر طبيعي، ما عندوش علاش مش يخسر، يعني يلزم يقدم الأداء نتاعو اللي عودنا به اتحاد بن قردان، الأسلوب نتاعو يعني عمل تنقلات في المرحلة الأولى يعني ضد صفاقس ضد ليتوال قدم أداء كبير وكان قادر حتى باش ينتصر، وبلال الخفيف يلعب الكرة الطويلة في العمق والتغطية من بالقروي، يربح مخالفة بالقروي، يلعب المخالفة الغيلان الشعلالي، الشعلالي ثم فخر الدين بن يوسف يطلب في الكرة على اليمين، لكن يلعب الكرة الشعلالي مع إيهاب المباركي، المباركي لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف يدخل إلى العمق وتتفكلوا الكرة، أمين عباس الضغط على حمل الكرة، ثلاثة ملعبية من اتحاد بن قردان وعكس الهجوم، هشام بالقروي يحط الكرة في التماس مع شمس الدين الصامتي، شمس الدين الصامتي عامر ولا يلعب على الجهة اليمنى، وخر شوية بلال الخفيفي،
صحيح فما بيرميتاسيون بين لي دو زاتاكون، هذا عادي كيما رينا حتى البدري وبن يوسف قاعدين يبدلوا. يعني ساعات الملاعب ما يلقاش روحه 8 10 دقائق، يعني يحب يلعب على الجهه الاخرى، وهذا يعني طبيعي في الفوتبول المودرن، يعني يكونوا خدموا عليهم متفاهمين عليهم. ترجع الكره عاليه من بلقروي، الحكم يقول ما ثم حتى شيء، طويله من فرجاني سيسي طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي يتبع فيه بوفيلغا، طه ياسين الخنيسي، والحكم يقول مخالفه لاتحاد بن قردان ضد طه ياسين الخنيسي في العمليه الاخيره مع ياسين بوفيلغا قائد اتحاد بن قردان، مخالفه للاتحاد، وتلعب الكره توصل على اليسار، ترجع الى محور الدفاع ياسين بوفيلغا، امين عباس، امين عباس يضغط عليه طه ياسين الخنيسي، وطويله الكره نبيل عباس لبلال الخفيفي، بلال الخفيفي ثم بالقروي رجع الكرة رأسية لحارس مرماه بكل سهولة ياخذها معز بن شريفية، معز بن شريفية يلعب الكرة أرضية، رجيني ساسي، رجيني ساسي، شمس الدين الزوادي توصل الكرة على اليمين، هاب المباركي، هيلين الشعلالي، الشعلالي صار هشام بالقروي، محمد ايمن، هو ايمن بن محمد الظهير الايسر اليوم للترجي، يلعب التماس مع انيس البدري، ترجع له سعد بقير، تتفك الكره ادريس كوليبالي، كوليبالي والضغط على حمل الكره من جانب الترجي، تفك الكره مره اخرى سعد بقير، حوار بين انيس البدري ادريس كوليبالي، اليوم حوار مباشر بين ادريسك وليبالي انيس البدري. اللي مش ماشي في بن قردان عبد الخالق هي ترانزيسيون اوفنسيف، يعني وقت اللي يفتك الكره اتحاد بن قردان يلقى برشا مشاكل في الخروج بالكره والتعامل الحسن بالكره، يعني نشوفوا مع الضغط العالي بتاع الترجي، يعني وشوفوا هذه العمليه الاخيره تدخل انيس البدري مع ادريسك وليبالي، هو حوار في وسط اللقاء بين البدري وكوليبالي. هذا وقت اللي جاء انيس البدري على الجهه، قاعدين يبدلوا، قاعدين يبدلوا هو وبن يوسف كما حكيت لك، يعني طبيعي جدا، يعني حتى لادفيرسير، يعني بور بيرتربي لادفيرسير، يعني تبعوا المخالفه مرفوعه الكره من بكير وراسيه من ياسين بوفيلغا، يحط الكره في الركنيه ياسين بوفيلغا قائد فريق اتحاد بن قردان، حتى الكرة في الركنية، ركنية للترجي، ركنية للترجي، وصلنا إلى 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، تلعب بالركنية ثنائية بين بكير والبدري للفرجاني ساسي، ترجع الكرة مرة أخرى أنيس البدري، أنيس البدري مرفوعة الكرة ورأسية، والحكم يقول ضربة 5 متر و50، رغم المطالبة بضربة جزاء من جانب الترجي. على كل نشاهدوا الإعادة ان شاء الله لاباس للاعب الترجي هشام بالقروي، هذه الاعاده نجموش ما نحكيوش عبد الخالق الأخيرة على الكره اللي طالب على اثر الترجي بضربه جزاء، تدخل من الاول براسه ادريس كوليبالي مع بالقروي، ثم التدخل الثاني معاه تاع بالقروي، التدخل الثاني تيقو. على كل قلت لك عبد الخالق ما نجموش ما نحكيوش على لي بال استراتيجيك، يعني كو سوا لي كورنير ولا لي بال اريتي على لي كوتي، الطريقه اللي قاعد يلعب بها الترجي يعني مدروسه ومخدومه، قاعدين نشوفوا يلعبوا ا دو ا تروا، وقاعدين يحطوا بن قردان في مشاكل كبيره، قاعدين يخلقوا مشاكل كبيره كيما الفرصه هذه التلانيه، يعني عدت على معناها ما فيش ضربة جزاء حسب الإعادة الأخرانية، ممكن يعني تعديت على أربعة ملاعبية وكانت قادرة باش تسجل هدف ثاني، نفس الشيء الهدف الأولاني جاء على أثر، يعني كرة ثابتة، يعني تخدمت، تعديت على أربعة ملاعبية فوالا، يعني هذا اللي نحكيو فيه، يعني عمليات مدروسة وعمليات مخدومة، نفس ربما عملية قريبة برشا من الهدف، من عملية الهدف. إذا ترجع الكرة لاتحاد بن قردان، ضربة 5 متر و50، سيف المحواشي يقوم بالتنفيذ، ثم لاعب من جانب اتحاد بن قردان
عادي بدل في الصبات نتاعو يخرج وتتلعب الكرة طويلة في وسط الميدان رأسية ثم المتابعة من بلال خفيفي. يمشي أحمد ميدا، أحمد ميدا يلعب الكرة على اليسار مراد زاهو والكرة تماس تماس الاتحاد بن قردان. دخلنا في الخمسة دقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول والنتيجة 1-0 للترجي، هدف فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 31. فادي الحميزي هو اللي يلتحق بالميدان وترجع الكرة رأسية من شمس الدين الزوادي تتقص من أحمد ميدا. فادي الحميزي وأسي مارسيال تتقص الكرة من أمين بن محمد إلى شعليلي طويلة الكرة على اليسار. فخر الدين بن يوسف في حوار مع إدريساك كوليبالي يفتكلوا الكرة هذه. إدريساك كوليبالي إلى وسط الميدان أمين عباس وتضيع تضيع الكرة على إدريساك كوليبالي تخرج تماس للترجي. التماس أيمن بن محمد يلعب التماس وكالعادة الضغط من إدريساك كوليبالي على فخر الدين بن يوسف مازالت الكرة للترجي. أيمن بن محمد يتعدى ويربح المخالفة يربح المخالفة مع ياسين بوفيلغا. إلى حد الآن عامر الأمانة أيمن بن محمد أداء محترم أداء محترم رغم أنه مش قاعد يلعب في المركز ممكن اللي حبذه، لكن فوز البنزاتي صنع منه يعني إكسنتري غوش يعني على الجهة اليسرى كمدافع. إلى حد الآن يعني شفناها في مقابلة الديربي ضد النادي الإفريقي مش الديربي الأخير اللي قبله، اليوم يعاود يرجع للتشكيل الأساسية. إلى حد الآن الأمانة يعني شوط أول مقتدر وعاطي يعني روندمون تاعه ويستحق كلمة برافو. مخالفة للترجي على يسار الحارس الشرفي تتنفذ الكرة أرضية والتسديد لكن ماخذاش سعد بقير وتتفك من دفاع الاتحاد بن قردان والضغط من جنب الترجي تتفك الكرة مرة أخرى سعد بقير وثم مين عباسي بعد اختر على مناطق الاتحاد بن قردان ترجع الكرة من هشام بالقروي وتمشي مباشرة للحارس سيف الشرفي. حكم هيثم القوصة يقول ما ثم حتى شيء لكن يبقى ملقى على أرضية الميدان. طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي إن شاء الله لاباس. طه ياسين الخنيسي أيمن بن محمد إلى حد الآن لعب 256 دقيقة نقص الى حد الان في بطوله هذا الموسم ناقص كومبيتيسيون، لكن نتصور كان ياخذ اكثر طون دو جو في ساقيه نتصور الملاعب هذا قادر باش يعطي اكثر، خاصه انه كامكانيات فنيه يعني عنده 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 امكانيات فنيه يعني كبيره، لكن ناقص ريتم دو جو ريتم يجي بالمقابلات. على كل اداء محترم كما قلنا بالمقارنه كي لقاه معز بن شريفيه وايضا مع ايهاب المباركي 1530 دقيقه الى حد الان من الملاعبيه اللي لاعبين بريسك المقابلات الكل. وهك تشوف يعني كي تكون فما استابيليتي على مستوى التشكيله وما يبداش فما تغييرات يعني كبيره هنا يعني يتخلق لي اوتوماتيزم. شمس الدين الزوادي ب 1393 دقيقه يتخلق الاوتوماتيزم الى حد الان. وقبل شمس الدين الزوادي اللاعب اللي هو قاعد يتألق في صفوف الترجي الفرجاني ساسي 1484 دقيقة. صحيح. ترجع الكرة إيهاب المباركي إلى وسط الميدان فخر الدين بن يوسف اتجاه طه ياسين الخنيسي لكن تتقص لمين عباس وتمشي أحمد ميدا في وسط الميدان. مارسيال كواسي يربح المخالفة ما زالوا ثواني على نهاية التوقيت القانوني لهذا الشوط الاول. شوفوا قداش بشي في الحكم هيثم القصة وقت بدل ضايع في هذا الشوط الاول. البدري وسط الميدان ايمن بن محمد يلعب الكره مره اخرى مع انيس البدري ويتبع فيه ادريساك كوليبالي. الحكم يقول ضربه 550 اعتبر ان الكره ضربت في انيس البدري كاخر ملاعب. على كل هذا تاكيد لكلامك يعني عبد الخالق على مستوى التنشيط الهجومي نشوفه وقت بدل ضايع في نشوفه ايمن بن محمد الدور الكبير اللي يدخل ولا وسط الميدان يدخل وسط ولا كصانع العاب وهذا هذا لا فليكسيبيليتي يعني تكتيك يعني في على مستوى الاداء اللاعبين يعني ياخذوا بلايص بعضهم ويغطيوا على بعضهم هذا مهم برشا. في المقابل الوقت نغزر مجموعه اتحاد بن قردان مجموعه ممتازه جدا
لكن الى حد الان للامانه معناها ما لقاش حلول على المستوى الهجوم. اداء محتشم صحيح الترجي، مش مخليه يعني اتحاد بنقردان مش مخليه يلعب بكل اريحيه، لكن اتحاد بنقردان بنفس الاسامي بنفس التشكيله بنفس المدرب عدى الكره مرفوعه من نياب المباركي، وسيف الشرفي ياخذ الكره سيبه ثم ياخذها مره اخرى. قلت لك عبد الخالق قادر باش يعطي اداء خير من هكا اتحاد بنقردان، وظهر في مقابلات يعني سابقه اداء خير من هكا برشا. دخلنا في الوقت بدل الضايع، ونذكر مره اخرى انه ثلاثه دقائق اعلن عليهم الحكم هيثم القصعي، ثلاثه دقائق وقت بديل في هذا الشوط الاول. وترجع الكره لمراد زهو، اكثر لاعب هو ايضا لاعب في اتحاد بنقردان. تمشي الكره للترجي انيس البدري قدامه ادريس كوليبالي، ما يتعداش انيس البدري، الحكم يقول ما ثم حتى شيء. أمين عباس، أمين عباس يتابع فيه أيمن بن محمد، كرة لوسط الميدان وثم هشام بالقروي، تخرج الكرة ضربة 550 للترجي. هذه إعادة للحوار الثنائي الأخير بين أنيس البدري وإدريس كوليبالي على الجهة اليسرى للترجي والجهة اليمنى لاتحاد بنقردان. إدريس كوليبالي، إدريس كوليبالي يبحث عن المساندة، يرجع بالكرة للوراء الحارس مرماه سيف الشرفي. شرفي طويلة الكرة على اليسار لكن موجود إيهاب المباركي، والتماس التماس لاتحاد بنقردان، مراد زاهو في تنفيذ التماس، مراد زاهو يلعب التماس إلى وسط الميدان أحمد ميدا، لمسة واحدة يرجع ياسين بوفيلغة، ياسين بوفيلغة أمامهم طه ياسين الخنيسي، هو مين عباس، ياسين بوفيلغة إلى محمد أمين بن إسماعيل، الاحتفاظ بالكرة قش الحلول للأمانة. اتحاد بنقردان بناء الهجمة في الخروج بالكرة في إيصالها خط الهجوم، سيف الشرفي طويلة ثم محمد أيمن بن محمد، ترجع الكرة من هشام بالقروي، والحكم الآن هيثم القصي ينهي هذا الشوط الأول بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد بنقردان بتقدم الترجي الرياضي التونسي واحد بلاش، الهدف بامضاء على الصوره فخر الدين بن يوسف الروش. شوط اول كيفاش ريتو؟ والله شوط اول ما بلغش يعني نسق كبير، ما شفناش فيه يعني فوليوم دو جو يعني كبير، خلينا نقولوا الاسلوب اللي لعب به اتحاد بنقردان يعني ثلاثه لاعبين في المحور مع الظهيرين اللي ما لناهمش في المعارضه الهجوميه، انكماش دفاعي كبير لاتحاد بنقردان. الترجي نوع من العمليات نتاعو خاصه على مستوى الكرات الثابته اللي كانت مخدومه، لعبها الاغلبيه نتاعها ادو واتروا وجابت هدف اول. على كل نتصور اتحاد بنقردان مش ينزل الشوط الثاني اكثر الهجوم ومش يجازف اكثر. شكرا لك عامر دربال، نلتقي باذن الله مع بدايه الشوط الثاني، الى اللقاء. أصدقائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذا الشوط الثاني من مباراة الترجي الرياضي التونسي واتحاد بنقردان. اتحاد بنقردان ضيف فريق بسويقة في الملعب الأولمبي بيرات. الشوط أول انتهى بتقدم الترجي الرياضي التونسي واحد بلاش، والهدف كان لفخر الدين بن يوسف دقيقة 18. نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين وعلى لما فيها حتى تغيير إلى حد الآن. نبدا باتحاد بنقردان 22 سيف الشرفي 14 ياسين بوفيلغة امين عباس 30 محمد امين بن اسماعيل 4 مراد زاهو 5 ادريس كوليبالي 20 احمد ميدا 3 فادي الحميزي 31 مارسيال كواسي 19 بلال الخفيفي 7 وشمس الدين السامتي 28. تشكيله الترجي الرياضي التونسي معز بن شرفيه 1 إيهاب المباركي 24 ايمن بن محمد 20 شمس الدين الزوادي 5 هشام بالقروي 27 الفرجاني ساسي 13 غيلان الشعلالي 25 انيس البدري 8 حديش فخر الدين بن يوسف والسعد بقيره 18 29 طه ياسين الخنيسي. التحكيم على الصوره كما تشاهدوا لهيثم القصعي بمساعده محمد بكير ومخلص تعجيمي والحكم الرابع باديس بن صالح. عامر شنوما ربما الحلول اللي باش يبحث عليهم خاصه شكر الخطوي في ظل تاخره في النتيجه
وبالنسبه لفوز البنزرتي وانطلاق الشوط الثاني اكيد فوز البنزرتي خاصه انه متقدم في النتيجه ويحب يامن المقابله نتاعه والنتيجه هذه. بالنسبه للترجي يظل خلق اكثر من 4-5 فرص، فما يعني على مستوى الكونكريتيزاسيون يعني تجسيم الفرص فما يعني مشاكل بالنسبه للترجي، مش قاعد يحط يعني في ريتم كبير. الترجي قاعد يجاري في النتيجه وقاعد ينوع من اللعب نتاعه، لكن مش قاعد يحط في ريتم سريع. اتحاد بن قردان يعني صراحه انكماش دفاعي كبير، نتصور الشوط الثاني مش يكون مختلف نوعا ما، مش يلعب الحظوظ نتاعه وممكن يقوم بتغييرات يعني شكري الخطوي. هذا هو يعني الفيزيونوم دو ماتش. اذا نذكر مره اخرى باحتياطي الفريقين، باحتياطي اتحاد بن قردان سيف المحويشي كحارس مرمى احتياطي، 27 عبد السلام الجيلاني، زبير الدراجي 8، سيف الجزيري 11، توفيق الشيبي 10، فيدي العرفاوي 2 وحسن الحرباوي 32، احتياطي الترجي علي جمل 23، علي المشاني 26، حسين الربيع 15، فوسيني كوليبالي، إليس جلاسي 10، محمد علي مصر، والتسديد من فخر الدين بن يوسف في مرمى سيف الشرف. أول محاولة خطيرة في هذا الشوط الثاني في دقيقة و28 ثانية، هاي الإعادة. الكرة قوية من فخر الدين بن يوسف فوق مرمى سيف الشرف. قلت إليس جلاسي رقم 10، محمد علي منصر 4، وبلال المجري 9، هذا احتياطي الترجي. وترجع الكره في وسط الميدان، فرجاني ساسي، خيلان الشعلالي، هيب المباركي يرجع بالكره للوراء، وتفاعل الجماهير الموجوده في الملعب الاولمبي بيرادس بعد العمليه الاخيره هذه. فرجاني ساسي يرجع بالكره، هشام بالقروي، ايمن بن محمد الظهير الايسر اليوم يعوض خليل شمام، وتبادل كروي من جانب لاعبي الترجي، محاوله الخروج بالكره من الدفاع للوسط وايصالها للهجوم. فرجاني ساسي، فرجاني ساسي يلعب الكره في العمق في اتجاه طه ياسين الخميسي، وثم رايا، ثم رايا، وثم مخالفه ضد هيب المباركي، يدخل هو للعمق. أمين عباس في تنفيذ المخالفة لاتحاد بن قردان، أمين عباس هداف فريق اتحاد بن قردان بثلاثة أهداف. تمشي الكرة مراد زاو ومقطوعة من أيمن بن محمد، الحكم يعطيه مخالفة، مخالفة للترجي. فوزي البنزرتي يلقى اليوم الحل على الجهه اليسرى في ايمن بن محمد، وتويل الكره ما ياخذهاش طه ياسين الخنيسي، تمشي مباشره حارس اتحاد بن قردان سيف الشرفي، يلعب الكره على اليمين، امين عباس، امين عباس يضغط عليه سعد بكير وياخذها طه ياسين الخنيسي، يحذر فرجاني ساسي، فرجاني ساسي ويرجع، يرجع امين عباس يتصلح، والضغط من فرجاني ساسي على سيف الشرفي بعد ما رجع له الكرة أمين عباس. ضغط على حامل الكرة عامر. عارفوا الترجي يعني الترجي التونسي يعني معناها من الحاجات اللي يعتمد فيهم يعني فوز بنزرتي هو الضغط العالي سواء على البورتور ولا في المنطقة ككل. شفنا الإعادة للعملية الأخيرة. شفنا يعني المشاكل اللي لقاتها اتحاد بن قردان هو طلوع بالكرة معنا ما تخليلهاش المجال وما يخليش الوقت فريق الترجي باش يخرج بالكرة. مبدئيا يعني الشوط الثاني عبد الخالق يعني نفس الرسم التكتيكي ونفس يعني اللاعبين ما فماش تغييرات. اتحاد بن قردان مازال يعني منكمش نوعيا حسب معنا دفاعيا الاحتياطيين. ربما على شكون ينجم يعتمد اليوم شكري الخطوي؟ والله فما ممكن جيلاني عبد السلام ينجم يعطيه حلول يعني على مستوى يعني الهجوم، فما فادي العرفاوي نفس الشيء ينجم يكون حل من الحلول. اكيد اكيد اتحاد بن قردان مش يقدم شوط ثاني افضل من الشوط الاولاني، لانه الشوط الاول صراحه يعني كان غايب وما كانش موجود. والكره
في التماس بعد التدخل الأخير من فادي الهميزي مع أنيس البدري. يتنفذ التماس شمس الدين الزويدي لهشام بالقروي، بالقروي يلعب الكرة مع أيمن بن محمد، أيمن بن محمد فرجاني ساسي، فرجاني ساسي إلى وسط الميدان غيلان الشعلالي، غيلان الشعلالي طويلة طه ياسين الخنيسي، الخنيسي والهدف الثاني للترجي، الهدف الثاني للترجي طه ياسين الخنيسي والعشر لهدف الترجي. طه ياسين الخنيسي سنين بلاش للترجي امام اتحاد بن قردان. هالإعادة توصل امام سيف الشرفي بالساق اليسرى، ممتازة التمريرة من غيلان الشعلالي. كانت هفوة من ياسين بوفالغة يعني كسر لورجو، ما تبعش أصحابه رغم أنه هو أخذ يعني مدافع. خلينا نقوله العملية هذه كرة في العمق لعبها ترجي ثلاثة أربع مرات، ما نجحش حتشي في أول خطأ يعني دفاعي، سجل فريق ترجي الرياضي التونسي يعني الهدف نتاعو لنهاية يعني ثلاثة ضد واحد، يعني ما كان ينجم يعمل حتى شيء لا حارس المرمى لا آخر مدافع اللي هو كسر عملية التسلل. ترجع كرة وسط الميدان أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف، سعد بكير، وتوصل الكرة وثم سيف الشرفي أسرع وأسبق من طه ياسين الخنيسي، تخرج ضربة 550 الكرة الأخيرة والنتيجة تولي 2 بلاش للترجي أمام اتحاد بن قردان. هدف أول في دقيقة 18 لفخر الدين بن يوسف الشوط الأولاني، وهدف ثاني لطه ياسين الخنيسي يصبح في رصيده 10 أهداف. المخالفة اتحاد بن قردان حسب إشارة الحكم هيثم القصعي، المخالفة لاتحاد بن قردان 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. اثنين بلاش هدف جاء في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني. بامضاء طه ياسين الخنيسي، الهدف الاول كان بامضاء فخر الدين بن يوسف عامر. المخالفه الاتحاد بن قردان تبعوا هذه العمليه وراء الكره احمد ميدا، احمد ميدا يلعب كره ارضيه وتتقص من الفرجاني ساسي، لكن التغطيه موجوده من احمد ميدا وعاليه الكره من محمد امين بن اسماعيل. شمس الدين الزوادي يرجع الكره براسه، الحكم يقول ثم مخالفه، ثم مخالفه بعد التدخل الأخير، مخالفة للترجي، إعادة وتدخل أمين عباس مع شمس الدين الزوادي، يقوم لباس شمس الدين الزوادي والمخالفة للترجي، وثم أول تغيير باش يصير الآن بالنسبة لاتحاد بن قردان. إعادة للهدف الثاني للترجي، هدف طه ياسين الخنيسي، البدري هي بالمباركي، المباركي يرجع بالكرة التالي شمس الدين الزوادي، هشام بالقروي تبديل الكرة من اليمين لليسار لوسط الميدان، أنيس البدري الكرة في العمق ما يخويش طه ياسين الخنيسي، أسرع منه مرة أخرى تمشي سيف الشرفي يلعب الكرة بيده لليسار محمد أمين بن إسماعيل لوسط الميدان، تبقى الكرة لبلال الخفيفي يربح التماس مراد زاهو في تنفيذ التماس، اتحاد بن قردان تمشي الكرة إلى وسط الميدان، فادي الهميزي وتتقص للترجي، لكن ترجع مرة أخرى اتحاد بن قردان، أحمد ميدا للوراء، أمين عباس، أمين عباس إلى وسط الميدان، لمسة واحدة والهجوم، وثمرايا وتسلل ضد بلال الخفيفي. وشمس الدين السانتي الثنائي اللي عمل عليه برشا اليوم شكري الخطوي الى حد الان ما طاحت شيء بالنسبه ليه، والحل كما قلت انت يا عمرو دربال باش يدخل
عبد السلام الجيلاني. الجيلاني عبد السلام هذا هو كان يعني استبقنا، يعني تغيير توقعناه مش يعطي اكثر ممكن حل هجومي. نتصور ممكن ينجم يخرج واحد من لي زاكسيو، ممكن يخرج واحد من الوسط، على كل تو نشوفه. لكن اكيد كما كنت نحكي لك مع طبعا هذا الهجوم ايمن بن محمد، ايمن بن محمد في حوار مع مارسيال كواسي. كم يقول المخالفة كما كنت حكيت لك، عبد الخالق ما عادش عنده ما يخسر، لازم يلعب الحظوظ نتاعو يعني الهجوميه اتحاد بن قردان، خاصه انه عودنا يعني على مردود افضل من هكا، يعني نقولوها صراحه 60 قريب يعني 55 دقيقه لعب ما لينا حتى محاوله جديه من اتحاد بن قردان، وهذا يعني غير مقبول. وللامانه هو اليوم كي نحكيوا على اتحاد بن قردان بعد تصريح نتاع المدرب شكري الخطوي يوم الاربعاء في الاربعاء الرياضي مع زميلنا رازي، معناها تحس وكانه فما معناها الناس فرحانه بنتيجه الى حد الان، نصف نهائي موجودين في البلاي اوف، معناها احنا قلناه من بدايه اللقاء لانه الفريق هو سيتان اوبجيكتيف اتان بالنسبه لهم، لكن الفريق اليوم تحت بن قردان للامانه كان شاد ينجم يكون نتائجه خير من هكا. كيشوفوا المجموعه الاداء نتاعو اليوم، الاداء نتاعو ينجم يكون افضل بكثير، نحكي معناها بصوره عامه صحيح، لانه قدم بكل صراحه يعني قلنا موسم ممتاز، عنده اسلوب لعب يعني واضح. اتحاد بن قردان ممكن المفاجات بتاع الموسم هذا. المخالفه تحصل عليها ايمن بن محمد والورقه الصفراء لمارسيال كواسي. هذا التدخل الاخير مع مارسيال كواسي بعد انذار ادريس ساكوليبالي. مارسيال كواسي حصل الانذار، وهذا على الصوره جيلاني عبد السلام في رصيده زوز اهداف. شيخ رقم مكان رقم 28 شمس الدين الصامتي. شمس الدين الصامتي مركز بمركز يعني مش يحافظ على نفس الرسم التكتيكي، ثلاثه لاعبين يعني في المحور، خمسة ثلاثة اثنين او ثلاثه خمسه اثنين، ويعتمد بزوز مهاجمين اللي هو بلال الخفيفي وجيلاني عبد السلام اللي مش يعطي ممكن اكثر سرعه واكثر يعني حاسه تهديف، لانه نعرفوه هو يعني من الهدفين نتاع في رصيد زوز اهداف، وقبله امين عباس. امين عباس اللي هو مدافع يعني احسن هداف مدافع، ثلاثة اهداف. تتنفذ الكوره مقوسه راسيه فوق المرمى من شمس الدين الزوادي ثم رايا. ثم رايا من الحكم المساعد الاول محمد بكير. العمليه الاخيره ولا باش ترجع بمخالفه لاتحاد بن قردان هذه الاعاده. ثم مخالفه صراحة يعني عبد الخالق الكرات الثابتة ولات يعني مخترع، خليني نقول لك في السنوات الأخيرة فقدت القيمة نتاعها الكرة الثابتة في الترجي، اليوم رجعت. اليوم كيكون عندك تيرور يعني كما سعد بقير من طراز عالي بالمليمتر يحطها لك، وعندك لاعبين يعرفوا يضربوا كرة بالراس، أكيد مش يكون حل. سعد يعني بقير يعدي الكرة، أنيس البدري والراية، الراية والتسلل حسب إشارة الحكم المساعد الأول محمد بكير. شاهدوا الإعادة. ترجع الكرة لاتحاد بن قردان، أمين عباس لتنفيذ مخالفة التسلل. أمين عباس يلعب الكرة لمحمد أمين بن إسماعيل. ياسين بوفيلغا، ياسين بوفيلغا يضغط عليه طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، ياسين بوفيلغا يرجع الحارس مرماه سيف الشرفي. الضغط يجي من سعد بقير الان، والكره راسيه في التماس من الفرجاني ساسي. تماس اتحاد بن قردان في التنفيذ. مارسيال كواسي خلي الكره لدريس ساكوليبالي، وبيدو زاد يخليها لامين عباس. امين عباس في تنفيذ التماس اتحاد بن قردان. يتنفذ التماس والحكم يقول مخالفة ضد الفرجاني ساسي. جيليني عبد السلام اللي خدا مكانه منذ حين. كان شمس الدين الصامتي. المخالفة لاتحاد بن قردان. والتنفيذ شكون من احمد ميدا، تنفذ الكره وترجع راسيه من شمس الدين الزوادي، ياخذها في وسط الميدان فادي الهميزي، لعب الكره مره اخرى على اليمين ما تخرجش
احمد ميدا مازال يحتفظ بالكره ورائيه مرفوعه الكره، وشمس الدين الزوادي والمتابعه من الفرجاني ساسي يرجع يخطي في محور دفاع الترجي. انيس البدري، فخر الدين بن يوسف ما تعداش كورته، والحكم يقول لمسه يد ضد اتحاد مقردان. فخر الدين بن يوسف يلعب المخالفه من اليمين لليسار، راسيه التحذير لايمن بن محمد يخلي الكره غيلان الشعلالي، والحكم ثم رايا حكم على كل، خلى اللاعب وبعد خزر على اليمين، والحكم المساعد كان رفع الراي. نشاهدوا العمليه كيف تبدا عنا الصوره كالعاده، نعلق عليها الصوره الواضحه، هذه المخالفه من مارسيال كواسي على غيلان الشعلالي، ثاني الحكم يرجع للمخالفه. ان شاء الله لاباس للاعب الترجي غيلان الشعلالي الى حد الان عامر في دخلنا في الدقيقه 17 من هذا الشوط الثاني، ما شفناش معناها الحقيقه خاصة من اتحاد بن قردان الترجي مسيطر يعني صراحة معناها حلول هجومية حتى على المستوى الدفاعي اليوم كي تقبل زوز اهداف يعني حتى دفاعين تسمى ما نجحتش. كما كنت نحكي بالمجموعة الموجودة يعني قادر اتحاد بن قردان باش يعطي ممكن صورة أحسن من هكا، لكن حقيقة يعني عبد الخالق ممكن زاد لي دو ديفيت اللي بدا بهم اتحاد بن قردان مرحلة التتويج أثرت حتى على المستوى النفسي. الترجي بكل صراحة قاعد مسيطر بالطول بالعرض، صحيح مش ما فماش نسق كبير، لكن قاعد يجاري في النتيجة اللي هي 2 بشيء، وقاعد مسيطر يعني على المقابلة. سعد بقير يلعب الكرة، فخر الدين بن يوسف لليمين، يطلع إيهاب المباركي يتبع فيه مراد زاهو، والكرة ضربت 550 لاتحاد بن قردان. على ما أظن ثم إصابة لإيهاب المباركي، شدد ساقو إيهاب المباركي، إن شاء الله لاباس. يلعب الترجي إيهاب المباركي، يقعد ملقى على أرضية الميدان، وهذه إعادة العملية الأخيرة. ممكن إصابة عضلية، إصابة عضلية مشكل فيها يعني، خلى الكورة من بعد ليناه وحده يعني شد الكيس نتاعو، دونك إن شاء الله لاباس، إن شاء الله نتمناو له الشفاء، إن شاء الله تكون إن شاء الله لاباس. إيهاب المباركي إذا جانب من جماهير ترجي الحاضرة في الملعب الأولمبي بيرادز، ودريسا أو فوسيني كوليبالي يدخل بتشكيلة الترجي. قلت انت قبيلة عامر زيدة أنه المدرب فوز البنزرتي يعول على فوسيني كوليبالي كأحد الحلول. هو في العادة فوز البنزرتي عبد الخالق راهو عنده 13 14 لاعب يعني أساسيين، ديما عنده 11 وزوز ثلاثة ملاعبية، ديما عنده 14 15 ملاعبي، يلوج برشا على ستابيليتي، ما يبدلش برشا يعني حتى على مستوى التغييرات، ديما يلعب الملاعب اللي أكثر كومبيتيسيون وموجود في المنظومة ككل. وهذا تأكيد يعني كوليبالي شفناه مقابلة الديربي أهبط باش سكر به يعني خط الوسط وباش يعطي أكثر حصانة دفاعية. اليوم نفس الشيء 2-0 يعني في كوليبالي، لكن تو نشوفوا شكون مش ينتقل للجهه اليمنى مش يلعب. مش ينتقل على ما اظن غيلان الشعلالي هو اللي مش ينتقل على الجهه اليمنى، هو بطبيعته هو انتقل فوالا انتقل كوليبالي يدخل كلاعب ارتكاز ثاني، وباش يخرج ما يكملش المباراه ايهاب المباركي. ايمن بن محمد يلعب الكره على اليسار وتخرج الكره ضربه مرمى لاتحاد بن قردان. إذن إيهاب المباركي يخرج على إثر الإصابة، إن شاء الله لاباس، مش ياخذ مكانه فوسيني كوليبالي، وثم رقم 8 زبير الدراجي، التغيير الثاني اللي باش يصير في اتحاد بن قردان. إذن رقم 8 يأخذ مكان رقم 31 بالنسبة ل اتحاد بن قردان. زبير الدراجي ياخذ مكان فادي الهميزي، لعبوا مع بعضهم في النادي الرياضي البنزرتي، وفوسيني كوليبالي ياخذ مكان
إيهاب المباركي. زوج تغييرات بتغيير، زوج تغييرات اتحاد بن قردين، وتغيير وحيد إلى حد الآن من جانب الترجي، تغيير اضطراري. أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي يرجع بالكرة لوسط الميدان، سعد بقير لليمين، غيلان الشعليلي، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي يلعب الكرة مع أيمن بن محمد، أيمن بن محمد قدم زملاء العبية، تزيع مقطوعة الكرة من محمد أمين إسماعيل، كوليبالي، كوليبالي افتك الكرة مرة أخرى للترجي، فخر الدين بن يوسف يرجع يلعب الكرة مع فوسيني كوليبالي، فخر الدين بن يوسف التالي، شمس الدين الزوادي، فرجاني ساسي لليسار أيمن بن محمد أمامه إدريسا كوليبالي، يلعب الكرة مع أنيس البدري، أنيس البدري والضغط عليه من جنيل عبد السلام، لكن تبقى الكرة ترجية، أنيس البدري، أنيس البدري، أيمن بن محمد يحتفظ بكورته مع أمين عباس إلى فوسيني كوليبالي، فوسيني كوليبالي لليمين الغيلان الشعلالي، الشعلالي اللي أصبح ظهير أيمن بعد إصابة إيهاب المباركي، خروجه ودخول فوسيني كوليبالي، تغيير اضطراري فوزي البنزرتي، غيلان الشعلالي، الشعلالي لوسط الميدان، سعد بقير لمسة واحدة، الشعلالي فرجاني ساسي، فوسيني كوليبالي لكن تتقصله الكرة محمد أمين بإسماعيل، جيلين عبد السلام يرجع بالكرة التالي، كوليبالي أمين عباس، إدريسا كوليبالي من جانب اتحاد بن قردين، وفوسيني كوليبالي من جانب الترجي، واحد مدافع والاخر في وسط الميدان، لاعب وسط ميدان دفاعي، ترجع الكرة لبن شريفية من اليمين، غيلان الشعلالي يرجع بالكرة الحارس مرماه، بن شريفية إلى وسط الميدان، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي في اتجاه أيمن بن محمد، طه ياسين الخنيسي والحكم يقول ثم مخالفة، ثم مخالفة ضد أيمن بن محمد مع إدريسا كوليبالي، تنفذ المخالفة من حارس اتحاد بن قردين سيف الشرفي، وتويل الكرة من محمد أمين بن إسماعيل، ترجع رأسية من شمس الدين الزوادي، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، والتماس، التماس في 23 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، ونتيجة 2 بلاش للترجي ضد اتحاد بن قردين، الهدف الأول في الدقيقة 18 من الشوط الأول، فخر الدين بن يوسف والبدري لبقير، بقير الحكم يقول ما ثم حتى شيء بعد تدخل أمين عباس، والكرة تبقى لاتحاد بن قردين، والمخالفة، المخالفة هيثم القصي يقول سعد بقير ما ثم شيء، هنا لا ماتوريتي تكتيك، النضج التكتيكي نتاع بن محمد، يرجع لهنا بن محمد هيثم القصي ينبه على سعد بقير، قل له راك موهت، قلت النضج التكتيكي يعني عمل فو تكتيك في وسط الميدان باش ما يعكسش الهجمه للاتحاد بن قردين، واللي لاحظناه يعني صراحه احنا حكينا عليه برشا، يعني امين ايمن بن محمد على مستوى يعني التنشيط الهجومي موجود على الجهه اليسرى، يعني في كل العمليات وفي اغلب العمليات، يعني صراحه يعني قاعد يعدي في مقابله من طراز عالي. ترجع الكره للترجي، فوسيني كوليبالي الى هشام بالقروي، اللي صار أيمن بن محمد، هشام بالقروي، شمس الدين الزوادي، غيلان الشعلالي، شعلالي، شعلالي مازال يحتفظ بكورته وسط الميدان، تضيع على أنيس البدري، وثم راية، ثم راية ضد بلال الخفيفي، يرجع من وضعية تسلل بلال الخفيفي حسب إشارة الحكم الثاني، المخلص العجيمي والكرة هشام بالقروي بالقدم البدري سعد بقير، والحكم ينفذ يزفر المخالفة، عفوا يزفر المخالفة للترجي، هذا على صورة الحكم هيثم القصعي، أنيس البدري يبقى ملقى على أرضية الميدان، عامر الترجي الذي تونسي بعد تسجيله للهدف الثاني، معناها قاعد ديما يخمم القدام،
جاري في يلعب المباراة. كل رياحية قاعد يلعب كل رياحية بلمسة واحدة قاعد يتدرج من منطقة لمنطقة مش يلعب في الكورة وقادر باش يسجل هدف ثالث. يعني صراحة الترجي قاعد يعني يلعب صحيح الإيكونومي مش حاطط يعني ريتم كبير لكن قاعد يجاري في النتيجة اللي هي لصالحه اثنين بشيء ويلوج على الهدف الثالث. لكن إلى حد الآن يعني صراحة مارينا ولو عملية من اتحاد بن قردان أداء محتشم اليوم لاتحاد بن قردان اللي قلنا بنفس المجموعة بنفس اللاعبين قادر باش يعطي صورة أفضل وعطاها في مناسبة سابقة. سعد بكير ينفذ المخالفة الشباك الصغيرة لسيف الشرفي. سعد بكير يحبث مثل هذه المخالفات هاي الإعادة قوس الكرة الشباك الصغيرة يحب الكرات كما هكا يحب المخالفات كما هكا كما قلت انت عامل معناها يحطهم بالمليمتر. صحيح يعني سيتان استراتيجي اليوم سعد بقير في الترجي التونسي كوسوسوا فك اللي باس ديسيزيف ولا في اللي بالاريتي شفنا الكرات الثابته الكل اللي بال استراتيجي قاعد ينفذ فيهم والحاجه يعني اللي نجم نلاحظوها ما تتلعبش يعني ديريكت بطريقه تقليديه اللي بالاريتي قاعدين ينوعوا تتلعب ا 2 و ا 3 وشفنا الهدف الاولاني يعني كيفاه جاء اثر عمليه بين مضت على اربع اقدام اللاعبين الترجي هدف يعني اكزومبلير وكان قادر باش يسجل هدف ثاني بنفس الطريقه. تخرج الكره تماس للترجي التماس في 27 دقيقه لعب من هذا الشوط الثاني التقدم فين بلاش للترجي من اتحاد بن قردان. الكره وسط الميدان فرجيني سيسي فرجيني سيسي أنيس البدري ثم أيمن بن محمد يطلب في الكرة لكن ما توصلوش. أنيس البدري طويل الكرة في العمق مقطوعة من ياسين بوفيلغا لا إدريساك كوليبالي لكن تتقصله الكرة من طه ياسين الخنيسي. فرجيني سيسي سعد بقير طه ياسين الخنيسي 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 مازال يحتفظ بكورته سعد بقير مرة أخرى سعد بقير وتتعدى الكرة طه ياسين الخنيسي لكن مقطوعة مقطوعة وبداية الهجوم المعاكس وتضيع تتقص من فوسيني كوليبالي للفرجاني عبد السلام وتبقى الكرة ترجية. وهنا الدور الدفاعي الكبير نتاع كوليبالي يعني صراحة أعطى أكثر ترونكيليتي خلينا نقولوا يعني على مستوى وسط الميدان وأكثر حصانة دفاعية كوليبالي مقصودة يعني من فوز البنزرتي اللي يحب يضمن يعني اللقاء ويحب يسكر على بن قردان أي يعني محاولة هجومية. وهذا على الصورة المدرب شكري الخطوي أنا نتصور معناها حسب بعد التصريح اللي قدمه يوم الأربعاء ثم حاجات ربما خارج على نطاق المجموعة عامر خارج على نطاق الفريق ككل معناه ما خلتش معناه الفريق لمحنا عبد الخالق ما خلتش الفريق موتيفي في هذه المرحلة. احنا لمحنا عبد الخالق قلنا نحكيو تو تحب نقولوها معناه بكل صراحة نحكيو على الجانب المالي صحيح قاعد يمر ونعرفوا يعني نحن معناها قاعد يمر السمادي السمادي دبوبه يعني صراحه يعطيهم الصحه ما يعني ما قصروش حباب بن قردان الحقيقه معناها ورجال اتحاد بن قردان معناها ينجموا ربما يقفوا اكثر مع جمعيتهم باش يشوفوا على القليله يتمتعوا بالجمعيه هذه في البلاي اوف في كاس تونس. هو فخر كبير لاتحاد بن قردان لما يكون اتحاد بن قردان اللي ما عندوش يعني اكثر من ثلاث سنوات في قسم النخبه اليوم نصف نهائي كاس تونس اليوم متموقع ينجم من ضمن السته الكبار وينجم يعمل نهائي. شفنا يعني الملعب القابسي عمل نهائي يعني مع مراد العقبي ينجم اتحاد بن قردان غدوه نفس الشيء يعمل نهائي. على كل انا كنت لمحت قلت بنفس المجموعه بنفس اللاعبين كان لمحت وانا قلتها معناها وانت قلت مباشر بصراحه عداوا مقابلات احسن من هكا برشا لانه مش هذا الوجه بتاع اتحاد بن قردان اللي سارف. يعني صراحه تاكيد فما معناها فما وصلنا ل 75 دقيقه لعب ولا فرصه ولا ركنيه مش هذا اتحاد بن قردان يعني صراحه تحس الاوبجيكتيف اتان صحيح لكن نحبوا اتحاد بن قردان مش كل يوم تلعب في رادس ومش كل يوم تلعب ضد الترجي لازم تنفذ المخالفه وراسيه من جنين عبد السلام لكن بعيد بعيده ما فما حتى مساند لجنين عبد السلام لقى روحه وحده الى حد الان في وسط ثلاثه من اللاعبيه اللي هما شمس الدين الثوادي هشام بالقروي والفرجاني ساسي. صحيح على كل ان شاء الله معناها احنا نحبوا تكون معناها فرق كيما هكا ومجموعه كيما هكا تواصل على نفس النسق وعلى نفس فهمتي الاداء الكروي الممتاز باش الناس الكل تتمتع
بكرة القدم. طويلة الكرة من غيلان الشعلالي تمشي مباشرة الحارس سيف الشرفي على استحاد بن قردان. أمين بن اسماعيل طول الكرة وتتفك من غيلان الشعلالي. غيلان الشعلالي في حوار مع زبير الدراجي. فما حاجة ممتازة برشا كي يكون مدرب عنده لاعب بوليفالون. اش معناها عبد الخالق؟ يعني شفنا غيلان الشعلاني لاعب رواق، وشفناه صانع العاب، وشفناه لاعب ارتكاز، واليوم نشوف فيه ظهير ايمن. وفي المراكز الثلاثة ولا الأربعة اللي لعبهم ديما الأداء نتاعو محترم، إذا كان ما قلناش ممتاز. وهذا يعني حاجة به يكون ملاعبي يعني بوليفالون ويلعب في أكثر من مركز. المخالفة الترجي بعد تدخل مراد زاهو مع غيلان الشعلالي اللي كنت تحدث عليه عن اللاعب البوليفالون. صحيح، لاعب يعني من خارج يعني من مدرسة الترجي، من أولاد الترجي، يعني اللي كل صراحة كل مرة يعني نشوفه ملاعب ونكتشفه يعني ملاعب من طراز عالي. المخالفة للترجي اليوم ايضا حتى اللاعب اللي كان النجم يقول هو حاسم بتمريراته الحاسمه مراد زاهو، اليوم الحقيقه معناها ما شاهدناهوش برشا في ما تنجمش تلقى تمريرات حاسمه افيك اون ايكيب كي تلعب بلوك با كاريمون. يعني شوفوا حتى توا في الصوره يعني 10 لاعبين يعني في المنطقه الدفاعيه ما شعتها التمريرات الحاسمه. قلنا اداء محتشم وانكماش يعني دفاعي كبير، رغم انه اتحاد بن قردان خسر 2 بشيء، ممكن بالنسبه ليهم يعني اوبجيكتيف كما كنت نحكي اتان ومقابله يعني ما عندهاش معنى كبير. ممكن دو ديفات اللي بدات بهم مرحله البلاي اوف اثرت عليهم، وانت يعني اثرت يعني نقطه هامه وهامه للغايه. ملاعب يكون ممكن عنده اشكال مادي، يكون مش خالص، يكون يمر بظروف يعني ماليه ما ينجمش يعطيك 100%. ترجع الكرة لاتحاد بن قردان، طويلة من محمد أمين بن إسماعيل لوسط الميدان. مارسيال كواسي، إدريسا كوليبالي، زبير الدراجي، أحمد ميدا. مارسيال كواسي يرجع للوراء، ياسين بوفيلغا لليمين، أمين عباس يطول الكرة في اتجاه جيلاني عبد السلام يرجع إدريسا كوليبالي يقصها بكل سهولة هشام بالقروي، ومقطوعة مرة أخرى لصالح اتحاد بن قردان. مارسيال كواسي، أمين عباس، زبير الدراجي وسيف الجزيري رقم 11 قاعد يستعد للدخول في تشكيلة اتحاد بن قردان. ومن الجهة المقابلة رقم 21 على كل معنيش في ورقة المباراة رقم 21 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. شوفوا شكون ترجع الكرة لصالح اتحاد بن قردان. أمين عباس، ذول الياس جلاسي ممكن طويلة الكرة تثبت، ونحن نشوف كم بالأرقام راه شعلالي فخر الدين بن يوسف وتتفك الكرة. جيلاني عبد السلام ومقطوعة من فوس نيكوليبالي، ما لقاش المساندة جيلاني عبد السلام في العملية الأخيرة. وترجع الكرة للترجي. سعد بقير غيلان الشعلالي والمخالفة. كنا نعاود ونرجعوا للقطة يعني عبد الخالق، يعني جيلاني عبد السلام في وسط 6 يعني مدافعين، صورة يعني معبرة ياسر، يعني تبين المشاكل الهجومية اللي قاعد يعيشها فريق اتحاد بن قردان اليوم. على كل فريق اتحاد بن قردان خرج من الانكماش نتاعو نوعا ما وقاعد يحاول في الدقائق هذيا. اذا هذا التغيير دخول رقم 11 سيف الجزيري في تشكيلة اتحاد بن قردان، ومحمد علي منصر هو اللي رقم 21. محمد علي منصر باش ياخذ مكان انيس البدري
واضحة تغييرات. محمد علي منصر هو اللي باش ياخذ مكانه في تشكيلة الترجي الأرضي التونسي، وتتنفذ المخالفة من مراد ساو، ترجع الكرة وتتفك وبداية الهجوم للترجي. خيلين الشعليلي يرفع الكرة من اليمين لليسار ورأسية تمشي طايس الخنيسي، بعيدة بعيدة الكرة كانت على المرمى، جي معناها بسرعة كبيرة من تالي طايس الخنيسي في توازنه في الاخر في التسديد. هذه الإعادة كما جت لوج على القوة أكثر من الدقة، حب يلعبها يعني ألافولي يعني يكون هدف من طراز عالي، لكن بلغة الكورة نقولوا احنا ما خطفتلوش. إذن سيف الجزيري ياخذ مكانه زاد هو، فما معنى التغيير الثالث دائما يبحث على الحلول الهجومية. شكري الخطوي عامر رغم أنه متأخر في النتيجة، رغم أنه معناه ما ثماش معناها فرص واضحة إلى حد الآن. صحيح اتحاد كما قلنا بن قردان أداء يعني محتشم خاصة على المستوى الهجومي، ورينا يعني لقطها يعني تلخص كل شيء، يعني جيلاني عبد السلام في وسط ستة مدافعين، أكيد ملاعبي ولا زوز ملاعبيه في وسط ستة سبعة ما ينجم يعمل حد شيء. محمد علي منصر الكورة وثم راية، الكورة في العمق ثم راية ضد طه ياسين الخنيسي حسب إشارة الحكم المساعد الأول محمد بكير. خنيسي كان في تسلل حسب إشارة الحكم المساعد الأول، كرة ذكية برشا كانت من محمد علي منصر. كرة في وسط الميدان مارسيال كواسي لزبير دراجي، زبير دراجي طويلة الكرة في اتجاه سيف الجزيري، سيف الجزيري تسديدة بعيدة، بعيدة التسديدة الأخيرة من سيف الجزيري. قصت الكرة كانت من غيرين الشعليلي، قصها جات قدام سيف الجزيري لكن تسديدة بعيدة، كان ربما ينجم يلقى حل خير من هكا. ما تنجمش تحط دفاع الترجي اون ديفيكولتي وانت في النص الثاني نتاع الملعب وعندك ستة لاعبين مازالوا الخلف اتحاد بن قردان، يعني من الصعب جدا. يعني تحس اتحاد بن قردان كيني مقابلة شكلية وما عندهاش أهمية، كيني مقابلة ودية بالنسبة لهم هما، عكس الترجي هنا لي زوبجيكتيف يختلفوا. الترجي اللي تحب تأكد الصدارة نتاعها وتحب تحقق الانتصار الثالث نتاعها. شمس الدين الزوادي، غيلان الشعلالي، الشعلالي تبع فيه سيف الجزيري، الشعلالي يرجع بالكرة لشمس الدين الزوادي. 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والكرة محمد أمين بن إسماعيل متخرش كما يقول تماس بعد التدخل الأخير من غيلان الشعلالي. مراد زهوي يلعب الكرة طويلة، جيلاني عبد السلام، جيلاني عبد السلام لكن تتفك له الكرة، جيلاني عبد السلام يرتكب المخالفة، غيلان الشعلالي والمخالفة للترجي، المخالفة للترجي. معز بن شريفية في تنفيذ هذه المخالفة، طويلة الكرة من معز بن شريفية، فخر الدين بن يوسف لكن يدخل معاه مراد زهو، حط الكرة في التماس، تماس للترجي. غيلان الشعلالي الظهير الأيمن يبدأ المباراة في وسط الميدان، يكملها كظهير أيمن بعد الإصابة إيهاب المباركي وخروجه الافتراري. رجاني ساسي، غيلان الشعلالي تبع فيه مارسيال كواسي، غيلان الشعلالي يرجع بالكرة شمس الدين الزوادي، شمس الدين الزوادي وسط الميدان محمد علي منصر، منصر يلعب الكرة في العمق في اتجاه فخر الدين بن يوسف لكن مقطوعة وبكير فوق المرمى، متابعة ممتازة وذكية من سعد بكير، وتفاعل من فوزي البنزرتي بعد العملية الأخيرة لسعد بكير.
اللاعب ملقى على أرضية الميدان. هذا على الصورة فوزي البنزرتي حب الكرة هذه تدخل في الشباك عامر معناها حتى التفاعل نتاعه هو من الخصال نتاع نتاع الخصال نتاع فوزي يعني غانيور. احنا قبل حتى كثيرين عنده كلمة شهيرة يقول لك جمعية تستحق خمسة تعطيها خمسة، جمعية تستحق ثلاثة تعطيها ثلاثة، ما تيحش في الفاسيليتي يعني يحب تعطيها حقها الكرة بلغتنا نحن نقول. إذن يخرج طه ياسين الخنيسي إن شاء الله لاباس لاعب الترجي يتلقى الإسعافات اللازمة. مازالوا خمسة دقائق، وصلنا الدقيقة 85 في هذه المباراة، مازالوا خمسة دقائق أو أقل على نهاية الوقت القانوني. وتتنفذ الكرة من سيف الشرفي طويلة ترجع رأسية من هشام بالقروي، تمشي الدفاع اتحاد بن قردين محمد أمين بن إسماعيل لأحمد ميدا. أحمد ميدا لوج على الحلول، لوج على بناء الهجومات، لكن اليوم الحقيقة كان بعيد برشا عليه خط الهجوم خاصة من الثنائي شمس الدين الصامتي بلال الخفيفي زبير الدراجة. أحمد ميدا تمشي الكرة لليسار محمد أمين بن إسماعيل، تتقص من فخر الدين بن يوسف، تمشي لياسين بوفيلغة. أحمد ميدا يطول الكرة على اليسار مراد زاهو وثم رايا، ثم رايا وتسلل من مراد زاهو، وهذه الدخول رقم 10 لياس الجلاسي. لياس الجلاسي مكان ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي زوز اصابات ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس ايهاب المباركي وطه ياسين الخنيسي. على كل هنا اللي تبدل في الترجي فخر الدين بن يوسف يمشي كرأس حربة، ولياس الجلاسي يلعب يعني مهاجم على ذويق الايمن. ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح الترجي. سعد بقير بقير توصل الكرة فخر الدين بن يوسف، بن يوسف مع كوليبالي ومقطوع الكرة من محمد امين بسماعيل بالقدم يقص الكرة هذه. الحكم يقول مخالفة ضد فوسيني كوليبالي مع مارسيال كواسي. تحية من طه ياسين الخنيسي للجماهير الموجودة في الملعب الأولمبي برادس. إعادة العملية الأخيرة فوسيني كوليبالي مع مارسيال كواسي. أحمد ميدا طويلة الكرة وثم التغطية من شمس الدين الزوادي لحارس مرماه بن شريفية. الكرة في التماس، تنفذ التماس بسرعة من اتحاد بن قردين وغيلين الشعليلي، تماس ثاني مراد زاهو في تنفيذ التماس. مراد زاهو في تنفيذ تماس طويل 88 دقيقة لعب في المقابلة ونتيجة 2 بلاش. يتنفذ التماس عالية الكرة وترجع بسهولة من شمس الدين الزوادي. ياسر جلاسي رأسية لغيلين الشعليلي بالقدم. سعد بقير بقير في الجينيساسي ما تعديش كورتو، تتقص من مارسيال كواسي. زبير الدراجي يلعب مع إدري ساكوليبالي لصالح اتحاد بن قردين. زبير الدراجي مراد زاهو محمد امين بن اسماعيل. زبير الدراجي مراد زاهو. زبير الدراجي ما تتعديش كورتو، مقطوعه من فوسيني كوليبالي لكن تمشي سيف الجزيري وتبقى لصالح اتحاد بن قردين. سيف الجزيري يتبع فيه غيلان الشعليلي والتغطيه بين فوسيني كوليبالي في التماس، تماس الاتحاد بن قردين. مازالت دقيقة وبعض ثواني على نهاية الوقت القانوني لهذه المباراة بين الترجي واتحاد بن قردين، الجولة الثالثة من مرحلة التتويج. مولاد زاهو يلعب التماس عالية ورأسية، الحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى للترجي في 89 دقيقة لعب من المباراة. 2 بلاش للترجي. هدف الأول كان بإمضاء فخر الدين بن يوسف في دقيقة 18، وطه ياسين الخنيسي يمضي على الهدف الثاني للترجي والعاشر في رصيده إلى حد الآن. 30 ثانية على الوقت الأصلي والقانوني. عامر إلى حد الآن الحقيقة كنا نتصوروا أن اتحاد بن قردين باش يكون وجه مغاير في الشوط الثاني، لكن للامانه وجه محتشم على الاخر خاصه على المستوى الهجوم.
يعني صراحة عبد الخالق 90 دقيقة لعب ولا فرصة جدية ولا ركنية ولا تبعوا هذا الهجوم. توصل الكرة جيليني عبد السلام، جيليني عبد السلام، جيليني عبد السلام، والتصدي ممتاز، التسديدة ممتازة. كنت تحكي على هذه الفرصة الوحيدة، هذه الفرصة الوحيدة في النجم نقولوا معناها اكسبلو انديفيديوال من جيلاني عبد السلام، وكنا حكينا عليه وذكي كبير، وكنا حكينا عليه قلنا يعني من الحلول الهجومية اللي مش ممكن مش اعتمدها يعني شكري الخطوي. على كل كيما حكينا اربع دقائق وقت بدل ضايع، ممكن كيما حكينا يعني ممكن زوز هزايم اللي بدات بهم مرحله التتويج، ممكن في مخاخ الملاعبيه اللي يعني لوبجيكتيف اللي لعبوا عليه واللي كانت حقيقه يعني اتحاد بنغردين ممكن كانت لوبجيكتيف باش تلعب من اجل تفادي النزول تلقى روحها في مرحله البلاي اوف. صحيح اداء محتشم لعده اسباب كنا ذكرناها سابقا، الترجي بنفس الاسلوب بالاربع سنين 3-1 بالتنويع الهجومي يعني صراحه على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى باللمسات يعني نتاع سعد. تبعوا هذا الهجوم، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي قدام محمد بيدي يلعب الكره على اليمين ياسر جلاسي الى خيلان الشعلالي، خيلان الشعلالي، خيلان الشعلالي يتبع فيه محمد امين بن اسماعيل، خيلان الشعلالي يربح التماس، يربح التماس للترجي. تفضل كما كنت نحكي لك يعني الترجي سيطر بالطول بالعرض نوع من الهجوم نتاعو، صحيح المقابله ككل ما بلغتش يعني نسق كبير، لكن الترجي عرف كيفاش يربح مقابلته وكان قادر باش يسجل حتى اكثر من 2 اهداف. ترجع الكره لصالح اتحاد بن قردان، محمد امين بن اسماعيل لاحمد ميده، احمد ميده مارسيال كواسي، ياسين بوفيلغ يخلي الكره حارس مرمى سيف الشرفي، امين عباس، ميدا، امين عباس مره اخرى، امين عباس يبحث عن المسانده، شوف امين عباس قش يحط وقت باش يلقى المسانده وطويله كورته تمشي مباشره للحارس بن شريفيه، كره في العمق من عند امين عباس اللي هو مدافع يلوج على الحلول الهجوميه. عامر قدش يقعد معناها باش يلقى ربما الحل او اشتر حل بالطبع، كي ما يلقاش ليسباس ما يلقاش المساحات وما يلقاش لي زابيل نتاع المهاجمين ويكون الخطوط بعيده على بعضها. يعني شفنا صراحه عبد الخالق المهاجمين تبع هذا الهجوم المنصر وبن يوسف فوق المرمى ضرب الكره معناها كيما جات بالبلا دو بي حبه بطريقه فنيه ما هاي الاعاده ما مشاتلوش. منصر ياخذ الكره قدامه ادريسا كوليبالي ولا طريقة فنية كبيرة ما نوريش كل يوم فوق مرمى سيف الشرف، ممكن كان تسجل الهدف على طريقة ممكن ابراهيموفيتش زلاتان ابراهيموفيتش. يعني كنت نحكي على اتحاد بن قردان قلت لك كوسوسوا شمس الدين الصامتي ولا جيلاني عبد السلام وبلال الخفيف يعني زوج مهاجمين ولا الصامتي قعدوا في عزلة يعني ما لقاوش يعني الخطوط يعني قراب ليهم خاصه خط الوسط اللي يمدهم بالكرات. هذاك علاش اتحاد بن قردان يعني كانوا في عزله ولقى برشا مشاكل على المستوى الهجومي. اذا قبل ما توفى المباراه هذه نعطيكم بعض معناها نعطيكم النتائج. المتلوي متفوق على نادي الرياضي الصفاقسي 3-1 وفات المباراه، والنجم الرياضي الساحلي متقدم على النادي الافريقي 1-0 49 دقيقة لعب في هذه المباراة، ومباراتنا مازال فيها أقل من 4 دقائق الوقت بدل الضايع أعلن عليه الحكم هيثم القصي، والتقدم للترجي إلى حد الآن 2-0. هذه إعادة المخالفة الأخيرة أحمد ميدا في حوار المباشر اليوم أحمد ميدا مع الفرجاني ساسي، الفرجاني ساسي تفوق في كل ثنائيات مع احمد ميت. اللاعبين الوسط بتاع اتحاد بن قردان كل ما خذوا الكره الا ما يلقاو لاعب او اثنين يضغط عليهم يعني بريسينج على البورتور. وتنفذ المخالفه من احمد ميتا راسيه من امين عباس وثم فخر الدين بن يوسف ونهايه المباراه، مباراه الترجي واتحاد بن قردان بفوز الترجي الرياضي التونسي 2-0 على اتحاد بن قردان، الفوز الثالث على التوالي للترجي في مرحله التتويج والهزيمة الثالثة على التوالي لاتحاد بن قردان في مرحلة التتويج. إلى حد الآن الترجي واللي في رصيده 9 نقاط وهذه هي أهداف المباراة، الهدف الأول بإمضاء فخر الدين بن يوسف والثاني بإمضاء طه ياسين الخنيسي، وطه ياسين الخنيسي يرفع في رصيده في ترتيب الهدفين يرفع في رصيده
10 أهداف يوليه بعد ما كانوا 9 ويقعد هو متصدر ترتيب الهدفين. الترجي إذن 9 نقاط وطه الياسين الخنيسي 10 أهداف، عودة قوية لفخر الدين بن يوسف صحيح. بعد مباراة الأولى ضد المتلوي قاعد يسجل في كل مقابلة، اليوم الترجي الأول بتسعة نقاط إلى حد الآن، واتحاد بن قردان موجود بثلاثة هزائم وصفر من النقاط. لازم نختلف عبد الخالق، اتحاد بن قردان نتصور مش يركز يعني أكثر على مقابلة الكأس، والترجي أكيد مش يركز أكثر على حتى التتويج الإحراز على البطولة. هذا هو، يعطيك الصحة عمر دربير على كل هذه الإضافات الفنية في هذه المباراة. مع أجمل تحية للمخرج سامي الشرغمي، وتحية لكل زملائنا الفنيين والمصورين اللي أمنوا لكم هذه المباراة من الملعب الأولمبي بيراتس. بالتأكيد الموعد مازال متواصل على الوطنية الأولى في مباراة النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي في سوسة. مع أجمل تحية عبد الخالق السعداوي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. ما تنساوش الموعد الليلة لحد رياضي في الليل مع زميل رزيل جنزوعي. إلى اللقاء.